أبرهة غادي يوجد الجيوش ديالو، غادي يستعدوا، غادي يتعنوا بالقوة ديالهم وزعموا على أنهم باش ينتقموا، ولكن ما كانوش عارفين شنو غادي يوقع. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم. كنتمنى أنكم شفتوا الحلقة ديال البارح باش نقدروا نستمروا في الحلقة ديال اليوم. وكيف العادة قبل ما نبداو في حلقتنا الليلة، جيبوا وليداتكم وحبابكم أو كل من هو أقرب على قلوبكم وأجي نتكلم لكم على الفيل أو للحدث المشهور واللي كله معجزة إلهية. مستعدين لنبدأ؟ أكيد وبلا شك أنكم فيت لكم سمعتوا بقصة الفيل اللي حاول أنه يهدم الكعبة، ولكن خليني نعرفكم هو الأول القصة ديالها، لكن في إطار تتمة ديال السيرة ديالنا. واحد الرجل اللي كان سميته أبرهة بن صباح، واللي معروف بأبرهة الأشرم، واسم أبرهة هو أبراهام باللغة الإثيوبية. الأم ديالو هي ريحانة بنت إبراهيم الأشرم اللي كان الملك نتاع الحبشة. هذا أبرهة غادي تولد في الحبشة وتربى فيها. مدينة الحبشة معروفة حاليا بإثيوبيا، الدين ديالو كانت نصرانية. هذا أبرهة الحبشي رجل اللي عنده واحد القصة، لما شاف بلي أنه كاع الناس تيجي ويحجوا للكعبة لبيت الله الحرام، فما تقبلش هذا الأمر وحاول باش انه يبعدهم على الكعبة، ولكن ما قدرش، فقرر باش انه يبني واحد الكنيسة اللي كبيرة وضخمة وسمها القليس باش يبداو يجيو الناس يحجوا ليها. ما كانش عارف بلي انه الكعبة راه ماشي اي بناء، وبلي اصلها بنيت بامر من الله تعالى، وقصة ديال البناء ديالها راه عندي في القناة حتى ترجعوا ليها. المهم كان بناها سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي هو خليل الله، باش تكون كاول بيت لعبادة الله، لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وببكة يعني الكعبة اللي بنها إبراهيم الخليل عليه السلام. أبرهة كيف قلت لكم غادي يتعصب من الكعبة وغادي يبني الكنيسة، وغادي يصيفط للنجاشي اللي كان تيحكم ديك البلاصة وقال ليه: أيها الملك، راني بنيت لك كنيسة عمر ما تبنات من قبلها لشي مالك، وهاد الكنيسة درناها للناس باش يبداو يجيو يحجوا فيها. وفعلا داكشي اللي غادي يدير، غادي يبدا يصيفط للناس في كل قرية ومدينة رسول باش يقول لهم اجيو تزوروا وتحجوا هاد الكنيسة. وهنا غادي يغضبوا العرب من هذا الامر. واحد من العرب غادي يدخل بالليل ويقضي فيها اعزكم الله الحاجات ديالو، ببساطة غادي يلوثها، وهذا كان من باب الحقد على أبرهة وشنو تيدير في العرب. أبرهة لما غادي يسيق الخبر غادي يغضب، غادي يتقلق، كيفاش يتجرأ واحد من العرب انه ينجس هاد الكنيسة اللي بنيت انا. وهنا صافي تعصب وغادي يصيفط الجيش ديالو على اساس انه يمشي يهدم الكعبة للعرب، وغادي ينتشر الخبر. أبرهة غادي يوجد الجيوش ديالو واستعدوا وتعنوا بالقوة ديالهم وزعموا على انهم ينتقموا، ولكن ما كانوش عارفين شنو مولانا موجد لهم. غادي يخرج أبرهة بجيش عظيم وهو كان قصد مكة. هنا غادي يوصل الخبر للعرب، وغادي يتعرض ليه واحد من ملوك اليمن اللي سميتو ذو نفر. غادي يتجمع معاه بعض القبائل باش انهم يقاوموا أبرهة اللي كان قوي مع الجيش ديالو اللي جاب، ولكن غادي يهزمهم. وهنا قال ليه ذو نفر: ما تقتلنيش، عافاك خليني عندك، غادي نكون خير لك. فعلا ما غاديش يقتلو، غير غادي يأسرو، يعني غادي يبقى شادو عنده، وغادي يكمل أبرهة طريقه قصد مكة. وهنا غادي ينزل في واحد المكان اللي سميتو خثعم، غادي ينوض نفيل الخثعامي، غادي يجمع بعض القبائل ويدير بحالو بحال نفيل باش انهم يعاونوا على أبرهة والجيش ديالو. ومرة واحدة اخرى غادي يتهزم وغادي يشدو أبرهة باش يقتلو، قال ليه ما تقتلنيش لعلي نكون دليل ديالك لمكة، وغادي يأسرو وانطلق من جديد حتى وصل لثقيف. غادي يخرجوا ليه اهل هاد البلاد، ولكن هاد المره قالوا ليه: غادي نبيعوك، حنا العبيد ديالك وما علينا غير سمعا وطاعه، وهذاك البيت اللي عندنا راه ماشي كعبه ولكن بيت اللات اللي هو صنم اللي دوينا عليه في الحلقه ديال البارح، فاذا بغيتي نتبعوك ونصيفطو معاك اللي يدلك على الكعبه. غادي يصيفطوا معاه واحد الراجل اللي سميتو ابو غل، وهما غاديين لمكه. في الطريق غادي ينزلوا لواحد المنطقه اللي سميتها مغمس قبل من مكه، وهنا غادي ينزل مولانا العذاب ديالو على ابي رغال وهولك، وكانت العرب كترجم القبر ديالو. فأبرهة غادي يصيفط واحد الراجل اللي سميتو اسود بن مقصود، غادي يصيفطوا لمكه باش انه يبرقل او لا يشوف شنو واقع حاليا. غادي يخرج بعض من الخيل ديالو، لما وصل لمكه غادي ياخذ 200 من البعير ديالهم اللي كانوا تيملكوها، اللي كان تيملكها سيد قريش اللي هو ابن عبد
المطلب بن هاشم وغادي يجيب الإبل الأبرهة. غادي تجامع هوديل وكنانة وقريش بغاو يتقاتلوا مع هاد أبرهة، ولكن لما عرفوا القوة ديالو وديال الجيش ديالو رجعوا اللور وما تجرؤوش. فأبرهة غادي يصيفط واحد الرجل واحد آخر لعند قريش يسولهم باللي راني ما بغيت معكم لا حرب لا حتى شي حاجة، أنا بغيت غير نهدم الكعبة خليوني مني ليها. هاد الرجل غادي يمشي لعند قريش وسول على سيدها اللي هو عبد المطلب، وجلس حداه وقال لي هاد الخبار، وهو يجاوب عبد المطلب حتى احنا ما بغيناش الحرب مع أبرهة، وهذا البيت غادي يبقى بينه وبينه. قال لي هذا الرجل راه بغى يكلمك. خرج عبد المطلب وتوجه لمعسكر أبرهة غادي يسول على ذو نفر اللي تأسر في الاول، وكان ديك الساعه صديق عبد المطلب، جلس معاه وقال لي واخا تشفع لينا عند أبرهة. قال لي ابو نفر انا راه اسير ويقدر يقتلني دابا ولا غدا زعما في اي لحظه، ولكن عندي واحد الصديق سائس الفيل زعما بحال داك اللي تيقيدو. ديك الوقت كان أبرهة مخرج معاه واحد الفيل وسائس اللي كان سميتو انيس، قال لي غادي ندوي لك معاه باش يشفع لك عند أبرهة. وفعلا غادي يمشي هذا الاسير دو نفر ويدوي مع سائس الفيل على اساس انه عبد المطلب هو انسان شريف وبدا كيمدحوا ليه. انيس غادي يمشي عند أبرهة وغادي يقول ليه باللي سيد قريش بغى يكلمك، وهو راه يطعم الناس وشريف ودابا راه بغى يدخل عندك. فعلا أبرهة قبل، غادي يدخل عبد المطلب للخيمه لعند أبرهة اللي كان جالس على الكرسي ديالو ودايرين بيه الحراس. عبد المطلب غادي يجلس في الارض، فشافوا أبرهة غادي يعطيه قيمه واحترم الهيبه ديالو، فغادي ينوض أبرهة من المرصة ديالو وغادي يجلس حدا عبد المطلب في الارض. وما بيناتهم كانوا الزوج اللي كيترجموا ليهم اللغه، لانه حتى شي حد ما كان عارف اللغه نتاع الاخر. غادي يقول أبرهة سولو شنو بغى، قال لي راه عندي 200 من الابل خداها صاحبك ودابا راني بغيتكم انكم ترجعوها عليا. قال لي أبرهة قول ليه لما شفته وعجبت به وعطيتو الهبه ديالو، ولكن لما طلب مني هذا الطلب ما بقاش في نفس المقام. سول عبد المطلب علاش، قال لي وانت سيد وجيت تطلب مني 200 من الابل وكتخلي بيت اللي هو دينك ودين الاباء ديالك والاجداد ديالك وكتكلم لي على الابل؟ قال لي عبد المطلب سمعوا الجواب كيف داير، انا رب الابل ولي البيت رب يحميه. الله الله. قال لي أبرهة شكون غادي يمنعني من البيت؟ قال لي انت وذاك اذا منعك مولانا. المهم عبد المطلب غادي ياخذ الابل ديالو وغادي يرجع في حاله. مشات يجري عند قريش تيقول لهم خرجوا دابا راه إبراهة جاي قاصد الكعبة. فعلا الناس خارجين بولادهم تيجريو هربانين للجبال كيطلبوا الله باش انه يحمي البيت. اما عبد المطلب بقى شد في الحلقه ديال الكعبه وتيدعي مولانا انه يحمي البيت ديالو، زعما البيت ديال مولانا. كلشي خرج ومكه ما بقى فيها حتى شي حد. أبرهام بعد ما وجد الجيش ديالو ومعاهم واحد الفيل ضخم باش انه يهدم الكعبه، كان معاهم نفيل اللي اسروا أبرهة وكان عارف المقام ديال الكعبه والعظمه ديالها عند مولانا. غادي يمشي لعند داك الفيل وغادي يتكلم في ودنيه وقال ليه يا محمود، حيت داك الفيل كان سميتو محمود، رجع منين جيتي راشدا فهذا حرم الله اول بيت وضع للناس. الله 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 يرزقنا ليه شي مشيه. غادي يهرب نفيل للجبال مع اهل قريش وهما كيشوفوا عن بعد شنو غادي يوقع لأبرهة والجيش ديالو. تخيلوا الفيل غادي يجلس في بلاصتو، شوفوا على معجزة. حاولوا باش انهم ينوضوه ولكن ما قدروش، ضربوا وعنفوه ما استهجبش لهم والو، غير هما غادي يوجهوا للجهة نتاع اليمن. سبحان الله غادي ينطلق، ولكن كل ما هما توجهوا للجهة نتاع الكعبة تيجلس بلاصتو وما كيتحركش. في هذه اللحظة الجيش بدا كيدخلوا الخوف، شنو وقع لهذا الفيل؟ علاش ما قدرش يمشي للكعبة؟ فجأة غادي تظلم السماء، كلشي يهز راسو، فإذا بهم كيشوفوا بزاف ديال الطيور اللي كتغطي السماء. طيرا أبابيل، تخلع أبرهة والجيش ديالو. أبرهة اللي عمرو ما تخلع، شكون صفت هاد الكمية الهائلة ديال الطيور؟ شكون اللي كيتحكم فيها؟ هاد الطيور في رجليه كان هاز زوج حجرات غير تيلوحهم على شي حد كيطبخو. في لحظة السماء ستمطر، لا ماشي الشتا ولكن أمطار اللي كانت حجارة اللي كطيح من السماء. الجيش بدا كيتغلب واللي حاول يهرب كانت كتبعو الطيور. الجيش كيغوت وتلفوا ما عرفوش شنو يديروا ولا حتى فين يتخباو. اما اهل مكه تيشوفوا هذا الامر من الجبل وكيدعيو الله باش انهم ينجيهم. أبرهة كيحاول يهرب ما عرفش فين يتخبى، وهو راجع لبلاده هربان تيجري. تخيلوا القدره الالهيه الثالثه من غير الفيل وطير ابابيل شنو غادي تكون. أبرهة بدا اللحم ديالو كيطيح منه، ما وصل لبلاده حتى هلكو مولانا ومات. هكا ربي حمى الحرم ديالو وهلك الظالمين، لقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هكذا مولانا حمى البيت ديالو، وكانت عبرة لمكة ولكل من حولهم باش انهم يعرفوا العظمة تاع هذا البيت اللي شرفوا مولانا وحتى شي حد ما يقدر يقيسو. عبد المطلب واللي هو سيد مكة كان عنده 10 من الاولاد و6 من البنات، غادي ينذر واحد النذر
باللي انه اذا عطاه مولانا 10 من الذكور عندهم قوه ويعاونوه غادي يذبح واحد من ولاده للالهه. فعلا مولانا عطاه 10 ديال الاولاد اللي منهم حمزه والعباس وابو لهب وابو طالب وضرار والحارث والزبير، واصغرهم كان هو عبد الله، وعنده 6 ديال البنات منهم صفيه وعاتكه واروى واميمه وغيرها. لما كبروا ولاده غادي يجمعهم وغادي يقول لهم: ولادي راني درت واحد النذر باللي انني غادي نذبح واحد منكم للالهه، واللي جات فيه القرعه غادي يكون قربان. ولادو غادي يوافقوا. وهذا الحدث فكرني في قصه سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل الذي لقب بذبيح الله، ولكن في هذه القصه ديال سيدنا ابراهيم كان مولانا اللي امره، لكن في قصه عبد المطلب كان نذر للالهه. عبد المطلب غادي يطلب منهم يكتبوا سميتهم في واحد القدح وغادي يدخل به للكعبه، حيت وسط من الكعبه كان واحد الصنم اللي تيقولوا ليه هبال، وكان واحد الراجل اللي عنده قداح. غادي يدخل عبد المطلب لعند هاد مول القداح وغادي يعاود ليه القصه، وكل واحد من ولادو غادي يعطي القدح ديالو لهذاك الراجل باش انه يضرب القدح بقدح واحد اخر، فاذا به انه غادي تخرج في اصغر الابناء ديالو، اصغر ابناء عبد المطلب اللي هو احب اليه واللي هو عبد الله بن عبد المطلب. غادي يحزن هذا الاخير حيتاش كان هو اكثر واحد اللي كان عزيز عليه، ولكن ما كان عنده ما يدير من غير انه ينفذ هذا النذر اللي دار. غادي يجر الابن ديالو عبد الله باش يذبحوا، فاذا باهل قريش بداو كيدوزوا وتخلعوا، بداو كيشوفوا في عبد المطلب، قالوا لي شنو كدير؟ قال لهم راني كانوا في بالنذر ديالي. اش من نذر؟ علاش كتكلم؟ راني غنذبح عبد الله حيتاش القرعه جات فيه. ما خلاوش انه يطبق هذا النذر ديالو، ولكن هو سيصر وغادي ينوضوا ليه سادات قريش، والناس بداو كيمنعوه. قالوا ليه راه كاينه واحد العرافه في الحجاز اللي عندها واحد الشيطان من الجن، سير لعندها وسولها اذا هي امرتك باش انك تذبح ولدك ذبحو، واللي قالت لك ديرو ديرو، واذا كنتي باغي تطبق هذا النذر غادي نفديو ولدك بكاع الاموال ديالنا. فاذا بعبد المطلب غادي يقتنع بهذا الشيء اللي قالوا ليه، وغادي يمشي بولده وشي اشخاص نتاع قريش للحجاز باش يشوفوا هذيك العرافه المشهوره واللي كانت كتعامل مع شياطين الجن. عبد المطلب طريقه كله هو تيدعي مولانا باش انه ينشي ليه ولده عبد الله، حيتاش كان تيبغي واحد الحب اللي كان جما. لما غادي يوصل عند هذه العرافه ودخل وجلس عندها، قال لها شنو كاين والقصه نتاع النذر؟ قال لها شنو ندير دابا؟ قالت ليه خرجوا من عندي دابا واجي رجعوا عندي غدا. علاش؟ ياك لاباس؟ قالت لهم حتى يجي لي الشيطان ديالي. وبطبيعه الحال لا يعلم الغيب الا الله، بقى عبد المطلب كيتسنى بالليل وقتاش يصبح داك الصباح بفارغ الصبر، وهو تيدعي مولانا باش انه ينجي ليه ولده. في الصباح غادي يوقف على ديك العرافه وهي تقول ليه شحال ديال الابل عندكم؟ قال لي 10. قالت ليهم جيبوهم وجيبوا عبد الله ولدك وضربوا القداح عليهم، اذا هي خرجت في عبد الله زيدوا 10، ومن بعد 10 زيدوا 10، وعاد ديروا القرعه باش تجي في الابل، واذا هي جات فيها ذبحوها حيت الرب بغاها وغادي يقبلها منكم. خرج عبد المطلب فرحان وغادي يبشر القوم ديالو باللي انه ولده قدر ينجيه. غادي يرجع عبد المطلب وعبد الله من الحجاز باش انه ينفذ الوصيه اللي قالت ليه العرافه، وقال لقريش داكشي اللي قالت ليه. غادي يطبق هذاك الامر، فاذا بالقرعه غادي تخرج في ولده عبد الله، يعني خاصو يذبحو. غادي يزيد 10 من الابل، وحده اخرى حتى ولات 20، داروا القرعه وخرجات في عبد الله، زاد 10 اخرين حتى ولاو 30، وهو غادي حتى وصلت 100، وهنا عاد غادي تخرج في الابل. فرحوا اهل قريش ولادو بلي انه هو اخيرا الالهه رضات ب100 من الابل. اما عبد الله مرضاش، سولوا علاش؟ قال لهم حتى نعاود نضرب بالقدح مره اخرى باش نتاكد باللي انه الالهه رضت فعلا بالابل. غادي يعاود يضرب بالقدح وهنا غادي تخرج في الابل. فرحوا الناس، انا مازال ما راضيش على النتيجه حتى نجرب المره الثالثه، وخرجت على الابل ونجا عبد الله بن عبد المطلب. من شده الفرح الاب بالابن ديالو مشى لعند سيد بني الزهره واللي كان سميتو وهب ابن عبد مناف ابن زهره، مشى عنده وقال ليه بغيت نخطب بنتك امنه بنت وهب واللي كانت اشرف امراه في مكه وسيده نساء مكه. سولوا لمن بغيتي تخطبها؟ قال ليه لولدي عبد الله. وهنا الفرح غادي يتضاعف لانه غادي ينجي الله عبد الله وغادي يتزوج من فوق من هذا الشيء بسيده نساء مكه. ولكن للاسف معظمنا عارف بلي انه هذا الزواج ما غاديش يطول، لانه فاش حملت امنه بنت وهب من عبد الله غادي يكتب عليه انه يموت، وهو مازال ما شافش ولده اللي كانت امنه حامله به. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، وكيف العادة باش نعرفكم باللي أنكم استفدتوا غادي نطرح عليكم واحد السؤال من هذه الحلقة، سواء كان الجواب خطأ أو لا صحيح بغيتكم تشاركوني به. السؤال هو كالتالي: شنو هو سبب النذر ديال عبد المطلب لولدو عبد الله؟ علاش بغى يذبحو؟ علاش بغى يدير به هذا النذر؟ إذا ركزتوا في القصة غادي تعرفوا الجواب. بصحة فطوركم، نتلاقاو غدا إن شاء الله في نفس الوقيتة. سلام سلام.